بعد 4 أيام على انطلاق طبعة 28 للصالون الدولي للسياحة والأسفار بمشاركة 250 عارضا من بينهم 30 أجنبيا، أسدل الستار اليوم عن أهم التظاهرات السياحية المنظمة في الجزائر التي كانت ناجحة بامتياز في منح الفرصة لكل المتعاملين السياحيين الوطنيين والأجانب من أجل تبادل الخبرات وإقامة علاقات شراكة قوية بهدف تحقيق نقلة سياحية جيدة في الجزائر. هما المعارض كما نقولوا القلب تاع المجال التجاري، مثلا في السياحة يتلموا شركات كامل، أفراد، شركات ناشئة، يديروا خبرات من الشركات القديمة والجديدة، دير مكانها في السوق، تجيب متعاملين جدد، تعرف بروحها. فأنا نشوف فيه مكان مليح وين الناس تزور وتشوف وين رانا واصلين، كاين فنادق جديدة راني نشوف فيها، يعني كاين حاجات كل مرة مقارنة بالعام الماضي تشوفي حاجات جديدة. طبعا نحن نشارك هنا في هذا المعرض الدولي للسياحة، وهو شيء مهم جدا للدولة الجزائرية، من خلاله التعريف بالمنتوج السياحي الجزائري. ونعرف أن الجزائر دولة كبيرة جدا تتميز بثقافة وتتميز بمناظر طبيعية، وكذا تتميز بمخزون كبير جدا في المجال السياحي والثقافي والفكري والتنوعي. هذه المعارض هي فرصة للزوار والوكالات السياحية للتعرف على المنتوج والتبادل كذلك، ومن خلاله نستطيع أن نروج للسياحة، وهو اقتصاد بديل، وهو اقتصاد مهم جدا، وهو معرفة لهذه الدولة الجزائرية العظيمة في مجال السياحي. ومن منطلق أن المعارض تعد بمثابة قلب نابض للمجال التجاري، يهدف الصالون إلى إنعاش السياحة التي تعتبر اقتصادا بديلا لعملاق السياحة النائمة، بالإضافة إلى تعريف الجزائريين وتحسيسهم بضرورة اكتشاف بلدهم والتعرف على المقومات السياحية التي تزخر بها. وبالتالي تشجيعهم على التعريف بالثقافة والسياحة في بلدهم، حيث شكلت هذه النقطة أهم محاور الصالون الذي استقطب أزيد من 80,000 عارض. مرحبا بكم أولا. المؤسسة تاعنا قيمة الضيافة والخدمات تشارك في معظم المعارض اللي تشجع السياحة في الجزائر. المعرض هذا نافذة على التعريف بالجزائر كوجهة سياحية بامتياز. كما تعرفي الجزائر بلد متنوع من ناحية المعالم السياحية، وتتفوق على البلدان المجاورة من ناحية تاع المعالم والبرامج السياحية. وهذا احنا ما نضيعوش فرصة مثل هذه لباش نوصلوا للمواطن الجزائري كل ما هو متاح من برامج سياحية داخل الوطن. احنا جزائريين الحمد لله عندنا الشجاعة باش نروج للسياحة، وجد متفائلين، جد متفائلين بالجزائر كوجهة سياحية. هي يعني مظاهرة مليحة، يتلاقوا عدة مدن وعدة ولايات من الجزائر، كل واحد فيهم يعرف الآخر على العادات والتقاليد، لأن وطننا الجزائر مليء بالعادات والتقاليد في الأعراس أو في السياحة أو في عدة مجالات. في مثل هذه المظاهرات نستطيع أن نخرج كل هذه الطاقة الإيجابية لنا. يعني حاجة مدعاة للفخر نثمنوها كثير، احنا مش أول مرة شاركنا، العام الأول. والله الثقافة هي على كل حال، درك اليوم السائح الجزائري راه اكتسب يعني ثقافة نتاع سياحة داخلية. نقولوش قال لك رب أصائب قوم عند قوم فوائده، من بعد الكوفيد نشوفوا يعني السائح الجزائري بدأ يتجه للسياحة الداخلية، كانوا يمشوا لتركيا، تونس، كداش، درك ولاو سما يجونا الحمد لله. ويعني نثمنوا كما هذه المبادرات تاع الصالون تكون شغل فرصه باش تلاقى بالسياح هادو وتكابتيهم، سواء وكالات سياحيه والله سياح يعني اشخاص افراد واحد واحد، ولا باس يعني احنا رانا فاتحين هنا، يجونا الناس الله يبارك يسولوا كان الاقبال.
الثقافة الأمازيغية بجمال عاداتها وتقاليدها أمضت حضورها المميز في المعرض بتميز عاداتها التي صنعت الحدث ولفتت انتباه الصغير والكبير. اليوم تطرقنا إلى مشاركة في صالون دولي للسياحة والأسفار سيتاف الجزائر العاصمة في طبعتها 22. من هذا المنبر حاولنا أن نقوم بالتعريف بالتراث الثقافي الجزائري. أساساً هذه الخطرة حبيناها مع منطقة القبائل، حيث استضفنا معنا جمعية ثقافية من ولاية تيزي وزو التي شرفتنا بحضورها معنا بتقديم التراث القبائلي، وهذا لكي نتطرق للتعريف بالتراث الجزائري للزوار لهذا الصالون. يا توجور ان توريزم اون الجيري الى بنادم مدروح الى واش نسكن الى واش الاوالين الى واش دقاره كثير نوض سعره شو الهان، ماشي حاشا البحر، ماشي حاشا الصحراء، ماشي حاشا يذورار، ماشي حاشا الا كلش لا لي تراديسيوننا لا الماكلهنا لا لبساننا الا كلش. الحمد لله ثورا لانك لي مويا اون كل يوم فالي ريسوفار ابغا اوفير الحمد لله يا ربي اوني كونتون داتري سي فريمون نفرح مرحبا نفرح مليح من هذا كيني au nom de l'association culturelle MQS, au nom de Tervahtna Oural Khaled, au nom de la dame qui nous a invités pour participer à la foire de l'Iglane internationale d'Iglane de Guinée sur Alger. Donc ça nous a fait plaisir quand même de participer. Yajben Rajhaj, et c'était bien passé, c'était bien passé. On a montré la Guinée comme culture, tradition, on l'a montré la Guinée, ça nous a fait plaisir quand même, il y avait un monde fou, ça nous a vraiment fait plaisir. جوهرة الجزائر ومدينة القصور السبع ذات الهندسة المعمارية الفريدة بين موقعها الجغرافي، تقاليدها ذات الطابع المميز وتاريخها الثري، كانت هي الأخرى حاضرة في هذا العرس السياحي لتعريف زواره بمدينة غرداية التي تمتلك سياحة بمذاق خاص تبهر كل من زارها. طبعا احنا هنا معرض جينا من ولاية غرداية، ولاية غرداية معروفة بثقافتها بعاداتها وتقاليدها، وهو مخزون في ضمن المنظومة الجزائرية، وتتميز بالتنوع سواء بالنسبة لقصورها أو واحاتها أو عاداتها أو تقاليدها، وكذلك في المجال الصحراوي خاصة الكتمان الرملية. كل هذه المخزون المتنوع جئنا نقدم ونعرض، على الأقل نحسس المواطن الجزائري بصفة خاصة والسائح الأجنبي بصفة عامة، لأن تكون ولاية غرداية قبلة للسواح كباقي المناطق في الجزائر. تتميز ولاية الغرب الجزائري بترسانة من العادات والتقاليد الخاصة باحتفالات الأعراس والمناسبات، ومدينة تلمسان خير دليل على ذلك، فهي التي لا تزال تحافظ على تفاصيل عدة في طرق تحضير مراسم الزفاف، حيث كان لعرس لؤلؤة المغرب الكبير نصيب من هذا العرس السياحي للتعريف بموروث اجتماعي عريق تتقاطع فيه مع نظيراتها في عديد ولايات الغرب.
الدولة راها تحرص على كل عام على تعريب السياحة المحلية الجزائرية لتنوعها وتنوع تضاريس وجغرافيا تاعها. كل عام الدولة راها تسيد دير أولوية من أولويات تاعها راها تعرف بهذه السياحة الجزائرية للبلدان العربية البلدان الأجنبية. هذا العام الحمد لله راها شاركت شحال دولة في هذا المعرض، راها شاركت تقريبا 30 دولة أجنبية في هذا المعرض، عربية منها ودولة صديقة لدولة الجزائر. احنا بصفتنا فرقة موسيقية قرقابوط لمساني جزائري، احنا قدمنا عرس المساني كما شفتوا هنا، كان عرس المساني بحضور العروسة وتقاليد كيفاش يستقبلوا العروسة، كيفاش الحنة تاع العروسة، عاوجبنا ثاني تقاليد العروس كيفاش يستقبل العروس تستقبل العريس هنا وكاين الحنة بيناتها. احنا نسيو نعرفوا بهذا التقاليد الاجيال اللي راها مورانا، احنا جيل صغير وفدنا على اللي قبلنا، كاين اجيال واحده اخرى راها ماجيه، وحنا تلمسان معروفه بالحضاره تاعها والتقاليد تاعها متمسكين. كل عام يجي جيل ويستقبل هاد التقاليد يستقبلها ويدير كيفها باش عاود يخليها المورا. هذه الحضاره ماشي عام ماشي عامين ماشي قرن، هذه من قديم الزمان. هاد التقاليد العرس المساني قديم قديم جدا من الوقت الزيانيين. والله الفكره حسنه ومادا بهم الناس تزيد توعات، تشوف هكا تشوف حضاره تاع بلادها في راه زيد راه تطور ورحنا في تقدم وتكون عندهم فكره مليحه على البلاد، يعرفوا تقاليد كما دوك احنا دوك عندنا اليوم العرس المساني، غدوه العرس العنابي، مع ان كان اليوم الانترنت وكل شيء الناس كل شيء راها تعرفه، بصح ماذا بهم يعرفوا هكا عن قرب يعرفوا تقاليد واسم هي العروسات المسانيه والفكره تاع اللي يديروها العكر هنايا واللي يدخلوها بالحايك واللي كل مدينه وكل منطقه في الجزائر اللي عندها تقاليدها. وحنا الجيل الحالي راه ماذا به راه يرجع للتقاليد تاع بكري، كي الفروسيه كي مهما دخلت العصرانه الناس ولات تجري للتقاليد، رقصة العلاوي، الخيالة، العروسات المسانية، العروسة العنابية، توارق، كل شيء. وبما أن تطوير السياحة الحموية تعد ضمن أولويات القطاع، انطلاقاً مما تتوافر عليه الجزائر من هذه الموارد والثروات الحموية، سيما الطلب المتزايد والمتنوع على هذه الشعبة السياحية لمختلف شرائح المجتمع، والتي أصبحت تشكل مورداً للترفيه والعلاج، كان لها نصيب كبير في المعرض الذي ركز على تكاتف الجهود من أجل لكسب رهان السياحة الحموية في الجزائر. اليوم شاركنا في المعرض الدولي للسياحة والأسفار في طبعة 22، يعني مهرجان ما شاء الله جمع بين ثقافات وبين السياحة اللي في الجزائر اللي لا يعني متعددة جدا، سواء في الصحراء أو الشرق أو غرب أو وسط البلاد. الحمد لله درنا تعارف مع عدة وكالات ومع عدة وسطاء في السياحة في الجزائر. احنا عندنا حمام حاج الخضر، حمام طبيعي معدني فيه عدة مرافق جماعية وفردية، فيه الفندقة، فيه الإطعام، فيه المبيت إلى آخره. التركيبة المعدنية للماء كما راكم تشوفوا، يعني الماء تاعنا يعني من كما حنا نقولوا مركب جدا من الأملاح المعدنية، فيه العديد من الخصائص والميزات في علاج بعض الأمراض الجلدية والحساسية والروماتيزم وإلى آخره. من جهة أخرى، تعتبر هذه التظاهرة التي عرفت مشاركة عدد من البلدان الأجنبية على غرار تونس، المملكة العربية السعودية، اليونان، تركيا والصين، سانحة هامة لمختلف المتعاملين الجزائريين والأجانب لعرض منتوجاتهم، وكذا تبادل الخبرات وإقامة شراكات مع مختلف المهنيين والفاعلين في الحقل السياحي. الحمد لله ما اشوف باش نعطيك معلومه فيما يخص المعرض هذا، العارضين الاجانب جاوا يسوقوا لبلدانهم. احنا ماشي احنا بالعكس، احنا استدعينا بعض التور اوبريتور اجانب اللي يشتغلوا يجيبوا سياح للجزائر. هم موجودين هنا من اليونان ومن هنغاريا ومن صربيا،
الحمد لله. وكذلك من درنا اتفاقية مع وكيل من زيمبابوي باش نديروا تبادل بالضبط، هو بحضور الإعلام وبحضور أيضا للسواح الأجانب، كان لنا احتكاك معهم ومع جميع الوكلاء والعملاء في السياحة في الجزائر، اللي ساعد كثير في ترويج السياحة الجزائرية، خاصة احنا كما رانا نقول لك في السياحة الحموية اللي نوعا ما يعني لم تسلط عليها الضوء اللازم اللي تكون هي في الواجهة، مثل السياحة الصحراوية والسياحة الساحلية إلى آخره. الأجانب جاونا كيما أنايا مثل لقيت ربع جنسيات، كاين تاع البولونية الجنسية وكاين واحدة من ألمانيا، وجاوني حتى الفرنسي وجاوني هادو نتاوعنا اللي عايشين ليه. نعم هناك ناس راهم هنا من كوريا، من الأردن، تونس، احنا كل خطرة خطر اللي فات درنا في وهران، فهران شركوا معنا عراقيين، شركوا معنا توانسة من تونس، من ليبيا، ومن الأردن، دول عربية أخرى، والآن عاوتاني شركوا معنا دول أخرى، شركوا معنا تونس، شركوا معنا الأردن، كوريا، وعد ما شتش ما جلتش مليح، كانت عندنا تحضيرات على العروسة التلمسانية بتقاليدها والدخلات تاعها والفرق تاعنا، الفرق المرافقة، فرقة الجوهرة، فرقة الموسيقية، فرقة الأندلس. لتبقى مثل هذه التظاهرات سانحة مهمة للتعريف بفرص الاستثمار السياحي في الجزائر وتشجيع المواطنين على اكتشاف الوجهات المختلفة في بلادهم من جهة، وخلق مساحة للتواصل بين المتعاملين المحليين والأجانب من جهة أخرى، وبالتالي كسب رهان إنعاش السياحة في البلد القارة.